السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم خير، معكم حسام. في الفيديو خلونا نرجع لأربع سنين من الذكريات. في حاجة كنت أتمنى أنها تصير من قبل لا تنزل اللعبة، من يوم ما عرفت أنه فنان فانتسي إكس في حينزل في 2013، أو كانوا يقولوا أنه حينزل على بلاي ستيشن 3. وطبعا هي أول لعبة دبلشتها، وهي أول لعبة يعني كنت انتظرها في البلاي ستيشن 4، عفى عليه الزمن، والنسخة اللي عندي على وشك انها تموت. فأنا في عندي مود حبيت أشارككم فيه، هو مود بسيط وجميل. يعني مثلا غيرت ملابس نوكتس، مثلا غيرت في جو إنسومنيا شوية، سويت حاجة حبيت اني أشارككم فيها. وخلونا نبدأ الفيديو. طبعا احلى شيء يعني في عالم البي سي انك تقدر تلعب لعب في المود. فكان بامكاني اخلي نوكتس الشاب موجود في المستقبل واخلي حافظ على شبابه، بس قلت انه معليش يا جلاديوس. لما نرجع للماضي راح يكون نوكتس الشاب موجود. المهم، فهذا المكان يعني ماخوذ من ماب اردن ايزونيا، انه احداث لما كان نكتة الصغير. بس عندنا يعني ضيف جديد في البارتي، هو ما هو ضيف اصلي يعني، بس انه ركبنا عليه مود. فهذا الشيء مثلا كان ناقص. اوف ايش في، ما حد قرب منها، ايش بكي. فهذه هي الفكرة، انه حناخد جولة بسيطة في انسومنيا، وهي ايش، مفعمة بالحياة لكن ما فيها ناس، والجنة بدون ناس ما تنداس. الله نوكتس يا قدمك يا شيخ. يعني هذا المكان لما انا شفته في الانمي في الحلقة اتوقع رقم 4 يمكن، لما كان نوكتس راجع من المدرسة وراح لشقته، وفجأة يقابل إيغنيس، وإيغنيس يشوف ايش الفوضى هذه وزي كذا. فالفكرة هي انه يعني مدينة فخمة، افخم من ميدغار تقريبا. يعني انا عارف انه ميدغار يعني مثلا فيها الصناعة وكذا، بس هنا فيها، هنا هذا المكان فيه الحياة والاستقرار والعمل الطبيعي اللي يصير يعني في اليابان ممكن. حتى لو بدخل يعني الحواري الصغيرة والزقاق نشوف ايش حيصير. اوف هنا ما اقدر ولا طفى، ما ادري ما اقدر يمديني. الله يا نوكتس، نوكتس يا نوكتس، الله شوف الحواري اليابانية كيف. لا 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 لا، مستحيل 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 انك تمشي. يعني لو كانت مثلا في حياة وفي مهام راح يكون شيء جميل، يعني خاصة ان يكون عندك يعني اصدقاء زي كذا. اوه ماي جاد، هنشوف والله انها حواري الامانة. يعني الواحد لو لعب فعلا فيها، خاصة لما مو نيبلهايم، هذه كنيبلهايم، هذه نيبلهايم، نيفلهايم، ايوة نيفلهايم لو كانت موجودة والامبراطورية يعني بدأت المعركة زي ميدغار او شينرا والووتاي، في نوع تقريب يعني وفي تشابه في القصة يعني، بس ما نبقى نتعمق. يعني الفكرة هي انه فلوج حيكون خفيف وظريف ان شاء الله، ما تملوا منه. نسترجع ايام زمان بجودة الـ4K. الله هذا قطار ولا سيارات؟ بس ما يخليني امر من هنا. كان نفسي العب حلقة اردن ايزونيا، هي موجودة عندي بس ما ادري اذا يمديني او لا. بلالين وحركات عكس الانفجار اللي صار في الشابتر 14. يعني خاصة كمان مبنى لوسيس البرج ذاك، واو. هذا كده تحسه مبنى سينما او متحف. يا ساتر، كينغ ريجس كانت شخصية كمان جميلة.
هذا المكان طبعا مألوف لي فان فانتسي 7 النسخة الأصلية. كيف حيكون شكله في الريميك؟ خلينا ساكتين ما نبي نقول فين. أوه دقة الساعة. كله مني كيلونا، ليش متي؟ أتوقع سبب موتك تقليد لإيريث، وكمان عشان الفانز يزعلوا ويتعوضوا في فان فانتسي 7 ريميك. ممكن. ياهو أرانيا، she's a little different. Certainly doesn't fit the Imperial Army profile. Gondola. Care for a ride? طبعا يعني اللون ما راح تيجي معانا، ما راح تيجي، حنسيبك هنا يا لونا. اوه التيشا، مورنينج، هوز ريدي تو كيك سم اس. انقفطنا، هي إيريث بس حاط عليها انا مود لونا. لكن الفكرة انه كنسلوا يعني قصة نوكتس ولونا وأرانية وباقي الشخصيات اللي ممكن يعني كانوا بيسولها. ف الرقاليا والعالم المفتوح اللي هنا يعني كانوا يقدروا يقدموا أحسن من كذا، لكن الخلل والمشاكل اللي صارت أدت لإلغاء هذه الأمور. وبصراحة أنا لسه أحب هذه اللعبة بغض النظر عن قصتها واللي صار فيها، وشخصية نوكتس لا تزال عزيزة وغالية عليا. وكمان في مود ثاني موجود في الشخصيات بس أنا ما أبغى أحطه أو أتكلم عنه عشان لا أحرك عليكم، فخليها في فيديو جاي. ويعطيكم العافية على المشاهدة، وكان فيديو خفيف ولذيذ، أتمنى أنه لان على إعجابكم. لا تنسوا لايك وسبسكرايب ودعم القناة. كان معكم حسام، في أمان الله. So Nox, I've been taking pics of whatever catches my eye, but what do you want to see? What does it matter? Not my camera. Yeah, I guess you have a point.